إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خالق عالم دو قرآن بيروس دو سورة حجرات آية السيادة وهاد بيجان إن الذين يخدون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. آية بري بحثة إيه كدنجي خب بلندكن لقرش بيغمبر وان رخنكر وان شرمزكر وان قنامشكر جو اشتا او نباشتكن عند بكو عملي وان محو ببا إجا أبياد بي أبي كدنجي خو داتينن دادخن نزم دكن يعني وصا كيم دكن دنجي خو لبا بيغمبر عليه السلام محقق بتأكيد جانية محقق اسمه معنى الذي اسم موصول جانية إن الذين يخدون أصواتهم محقق وان كسي كدنجي خو دادخن تقو هيك تقو أذي يعني كو موصول آنية سليم موصول دبتشي يعني سليم موصول دبتشي؟ شو سليم موصول دبتشي؟ يعني دبردا دخوزة ازغلان دخوزة دها وصا يعني اوكبكا ها يعني في آيات يعني وان كسا او كسي كو اوانن بوان شكلان يعني بيتر يعني دقاطة آيات دكشينا سوان كسا او كس يعني خدا تعالى بزني وان ده عبارة كيوسا دقات بكشينك ها ملي اريد دقات عنك فر عجائبة فهم كرا بشتما انسان مرا فر غريب عين ملي ظنو اوي بيجا شوانا يخدون اسواتهم دنجي خو نزم دكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لباب يوم السلام اولئك اون اولئك الذين او كسم كو امتحن الله قلوبهم للتقوى ورب عالمي قلبي وان جتقواي را جربان دي قلبي وان جتقواي را جربان دي. يعني جربان دي كو قلبي وان اج تقواي را قلب يعني مثلا تبي وكب كتبي اج بي عشرة تش بي عشرة يعني تو ابي يعني اهل بي عشرة توي اوجي اواني كسي كو قلبي وان جتقواي را هاتي جربان دن كو اهل جتقواي را بله لهم مغفرة وأجر عظيم أجوان را مغفرة ومكافأتك مظنية بله امتحن الله قلوبهم للتقوى يعني من قولك أب امتحنا امتحن فلان لأمر كذا فلان كسي أنا هاتية جرباندن جفلان عشرة أو ها جبون أمرك وهارا وجرب له امتحن وجرب هاتية جرباندن يعني هاتي أم كل ما جب يعني تحينا وجرب عطف سلسل وضرب وضرب للنهود به وهاتي درب جي معنى أوكا تدريب جي يعني هاتي ألشتر مشكلة لسري للنهود به جبونا كوي عيش بجيبنا فهو مضطلع به خير وان عنه أو مضطلع به يعني دوي عيش إلى ماهرة خير واهن جدية تدا خير وان عنه تيدا سستايو تقصيراتي ناك وصل والمعنى انهم اظن كسانكو صبر يعني اهل الصبرين على التقوى صبر صغام بالغم يعني صبر على التقوى الصبر اج الصبرية اظن ميش باشا معنى قادنه أنا صابرن ستقول نوصا صابرتك أقوياءن على احتمال مشاقها وأبناء حرب قوة صبرن على التقوى وأقوياءش بناء تمام صبرن وأقوياءن على احتمال مشاقها لسر أزيت مشقتها تقوايجي تتحمل كناولا حرب قوته وبهزه بازن بني يعني يتقاس تقواتي مشقتا تقواتي هذا جي تحملها ويدكن تقواتي خود دورناكن جي داناينش خود داناين مالي يا سلام او وضع الامتحان موضع المعرفة ياجي امبين امتحان هاتي داني دجي تشتكي معرفة دا
قد بيمتحن الله قلوبهم يعني بما نكشك وعرف الله قلوبهم امتحين تنقوم من قولك يا مقوم من قولك امتحين أو وضع الامتحان موضع المعرفة يعني امتحان هاتي داني جي اسمك معرفة دا يعني امتحن الله قلوبهم يعني عرف الله قلوبهم بالتقوى قلبي وان خدا ناس كريش بنا تقوى ركو وانا اهلش تقوى را يعني ناس كريك وانا قلبي وان دي تقوى تي يعني او امتحن موضع المعرفة او وضع الامتحان موضع المعرفة ياجي هاتي دانين او امتحان كرن دي جي معرفة دا يعني خدا تعالى امتحن الله يعني چه؟ يعني عرف الله نفسه بني لأن تحقق الشيء باختباره ما تشتكي چوا gerçekleşmişti لشمشتبه بجيد به أو تشت امتحانه بدنمي قالوا كنت امتحان تحققات تشتكي بدنماوية يعني كدنماوية بود أبيان إكاب وواوي فعلي ويتشتي خدا دقراء تمام ويتشتي أهلي ويا معلي أوك بناس كرمس كما وضع الخير موضعها شو خير جي تيدانين جي خدا يعني خير يا خبر يا أو خبر أنا باوتشية نظام باوتشية ها خبر يا سيدا أهلا بي خبر ها كما يودي على الخبر وموضعها شو خبر تيدانين تجي خدا او جي بتشي باختبار يقول انا بتجي معرفته تجي معرفته بني وضع الامتحان موضع المعرفة كما وضع الخبر كان موضع عاد موضع معرفته معرفته شو خبر جي تجي معرفته تيدانين فكأنه قيل بجبنا كهم خبر دوشا معرفة دا امتحان دوشا معرفة دا إثباته ماله فكأنه قيل عرف الله قلوبهم للتقوى وذي تعالى قلبي وان جي تقوى را ناس كريه ناس كريه كوانا اهل جي تقوى را وتكون اللام متعلقة بمعزوف او شاقي لاما للتقوى متعلقة بالمعزوفة كبير واللام هي التي في قولك أنت لهذا الأمر أجوي لامي أو شغل أو متعلق ما كائننا أي كائن له ومختص به تو جبي أهلي را تو يعني كائن جبي أمرا تو خاص بيتشتي تو أصل أهلي بيعشتوي يعني أو قبك أن بيجن قلوبهم للتقوى يعني كبيرة وشيء بيجن واستقم التركيب سعى الله صغير خاندا الله صغير دي عبارة الشيخ الجرجاني ده الحمد لله يقول اللام للاختصاص أو للاستحقاق يقول الجم أبز مخشري اختصاص الجم جبوري استحقاق تاجي لاما للتقوى لاما اختصاصي يعني تقواتي خاصة ببان سامي برج من اختصاصي يعني بس متقينة وتقواتي حتى خاص جنوب مغان بله خوشه قال الشاعر قوتيا أنت لها أحمد من بين البشر أنت لها أجبي قرابيرا أجبي كا لما لها رجل بارشبايا بشاويق وقصيدة رائقة طوعتها أنت لها أحمد من بين البشر دلوقتي أنت ما دوم كبرك بقدين الشيء وقصيدة رائقة قصيدة كي رائق يعني معجبة ونقاوي كشكتناوي أوكاوي يعني شعيلي بيكي وخشك أظن دلوقتي معجبة رائقة يعني معجبة راق الشيء يعني عجيب عجيب تمام رائقة ما تكي عجيب خوشة يعني تباري خوشتي خوش تمام ضوعتها من بيناوي قصيدة بلاكري بيناوي بلاك أنت لا أحمد يا أحمد أنت تجوي قصيدة يعني كيف قصيدة خاصة بتيه
مانه انجا ديرويش توكي يكي وكا ترى من بين البشر لنا بين انسان هذا ابي قصدي ده هو خاص بتبتك يا مانه وش الله تبدا جي لما اختصاصي لا لما اختصاصي مانه ظنو وهي مع معمولها ام لام او دقل تقوى للتقوى كل فجية منصوبة على الحالي يعني كنت ما قول لام متعلقة كائن يا مختصم بها أو معمولي أو تبصرة أو تقوى يعني كائن للتقوى يا مختص للتقوى يتب دبح حال يعني كائنا للتقوى يا مختصا للتقوى نوصى امتحن الله قلوبهم كائنة للتقوى كائنة للتقوى أو يجي معنى هو ها؟ لماذا؟ أعداء من يعملات على الوزن أيها الدنيا أنا شارع بسيدة مش عارف كذين هذا بلي سيدة تمام ويش تمام أعوش بيا سيدة ما ويش أعداء من ليعملات على الوجه وأضياف ليل بيت لنزول أعداء يا عداء نبيز رامك يا من كبل ليعملات روان دویکو ایش داند کار و خبات سیر و سفر دنه علی الوجه کرسر لینگی وان وسا تمامی پرتینه ورمینه یعنی وسا لینگی وان طبقی بونه وسا نکارم برای دان دیارن یعنی کی جوان دوارا به و اضیاف لیلین و میوان شوی بیتو اوان بيباني شبيدا بيتو كنا شبيلي نزول نجبون نزولي را تين كنا نزولي با ما ببن ببن ميباني ما جي تابيبا يا عدا كي جمان عرا هاي يعني كتنين بي كي قال في إشيانيكا في وظيفانيكا في قنجانيكا بخلقي بك بميبانا بك بميباني دريدا من آبان دبردا من أعد من للعملات يعني من يختص للعملات يعني أو لما اختصاصي من للعملات يعني كو أبي عملات أبي كو إيمو داينا وانو ميفانو خيكرنا وان أوانك أنجا أخبانا خاصة بتنا يكي وقتا جامير بيشي كاربك وكي دي كي كارب عين من أو يعجب معنا بأوابدني ضرب الله قلوبهم خضيت على قلبي وان لقلبي ونخصية بأنواع المعاني بهار جورو أو تششيتو أو قسم امتحانا والتكاليف يحن أزيادة الشدتة والتكاليف الصعبة وهنكي يعني صورنغية ومسؤولية زور وزحمات شما جي أواكرية لأجل التقوى جبوي خاطري التقوى جبوي كوانا تقوى نوساكرية شو يعني؟ يعني اللي تثبت وتظهر تقواها جبوي وان جربينا جبونا كو تقواتيا وان داري راستي مالي ويعلم يعني كوانا إنساني كو بلا ومصيبة ومشيفتي كو بين السري وان جدائي وطالة دنما وان كتين السري وان وكا حضرت أيوب عليه الصلاة والسلام مثلا كو أوقع آني جي تك دبي ذكر خدا خالي نبو وقتا كو دبي ذكر خالي بو يا ربي من شفاء بك دبي من دا ذكر نكار بك ملي يعني دبيك يا بانا جي خدي تفعل اتفا مصيبتي بين السري وان ضرب وان ضرب بين الجرب بين اوال خاشي انسان ابانا هل التقوى هنا اشتا التقوى يا بها ملي ويعلم انهم متقون وجبك ولا زانين بانا تشنا بانا متقين يعني دبيك ببلا ومصيبتا مرب دبجانا وصام مرب دبا اهل تقوى تقواتيه مرب هيدر تراستي وصاب مرب جبلا ومصيبه خدي بدا مرب قال جرى الصنق بقى تقوى عمر بيميه انك وحشيقات حالك انك البته كي بيان مخافات بيك مرب شبك تقول خامدن بوختن بيشتن يعني از از خامبوم از شوتين از بيجيان يعني حتىكم مرنا شوته مرنا قشه ملي لان حقيقه التقوى لا تعلم الا عند المحن والشدائد والاصطبار عليها يرشكا حقيقه
تقوای نایزانینه الا وقت میحنه و شدائی ده الا وقت بلاو و مصیبتا و صبر کرنا لسروان وقت بلاو و مصیبت ورن سری مرف و مرف سری صبر بکه آه تقوای در دراسته سیده ملا احسان جاره که خدا جی راضی به هاته کلیسی دگو مرم تاریه سیده ملا احسان جاره که هاته کلیسی وقتی فقیدیه بون ایجا دگو مرم لملا حزنی دینه چار گره به هفرا چونه او تسلید دمه دگو اشاش بون مجیره او چا وقتی ام الاوکی بونه ام فقیدیه سلاویات درداش مرم دگو وقیل اخلصها للتقوى اخلصها للتقوى خدای تعالی اخلصها امتحن الله قلوبهم يعني اخلصها اخلص يعني اخلص اخلصها يعني وان اوقا وان قلوبا للتقوى التقوى وان وان صميمي كليها اخلاص بمعنى من الصميميه يعني اخلصها وان صميمي كليها للتقوى جبنا تقوى وان خالص كريه وان صافي كريه ها أبي أجش كتير من قول امتحن الذهب خلبي ما صاد أجش تقوى كتير تمام امتحن الذهب من قول امتحن الذهب وفتنه أبي زيري أي امتحن الذهب وفتنه تمام يعني وامتحان كريه يعني وخالص كريه وصاف كريه وفتنه وتجربة كريه ودنمة كريه نزا شواجه بابيا إذا أذاب وقت بحلينه وزيري وفخلص إبريزه أو زيري وي خالص ويجي صاف بك من خبسي جي فخلص بقكينا إبريزه خالص وي من خبتي جي خارشمي وي ونقاو وبنقينا ديمك يوجه امتحانه بمعنى شتي امتحانه بمعنى نقاندنتي بمعنى تصفيته معنى تصفيه مالي يعني بخدايت على قلبي وانج تقويره تصفيه كي بتشي بمان بلا ومصيبته مالي وعن عمر رضي الله تعالى عنه اذهب الشهوات عنها اذهب الشهوات يعني اذهب الشهوات عنها مالي دبيت شو سيدا يعني امتحن الله قلوبهم من التقوى يعني الشهوات ايش قلب امام بريه هاي اوانش كيف وزوخيني نصاد جاب قديره خش يعني او عن هذا من عن هذا جبل قلب ابا مالا نعم ام درباس تمن شكتر قلب ام خذ هذا الزنبيات اشتر قلب ام بالي بالي اذا مقو مناي جزريت بيت دبي عارف بحالي قلوبا عالم بحالي مية إيجا إيكو إيكو براش قلبه خبردار به هاي ماش قلبه هبه جا أحوال قلبه خبردار به كاب فقير وكا ما أما ماش خلا دبيشن باش خلا والله تشكي تشكي أم نظام بله والامتحان وافتعال امتحان كلمة ويش باب افتعالية افتعال افتعال امتحن امتحن امتحانا افتعال افتعال اشتباب اجتماعي من محنه محنه إيجا محنه من محنه هو اختبار بليغ او بلاء جهيد يعني شو اختبار دنمكا وصا زيده يعني وصا ما بر السلوى دنمي بسكنه و حدود الضاوية او بلاء جهيد او بلاء مصيبتك يعني كن مرم رعب تبد بني دا ماله قال ابو عمر كل شيء جهدته فقد محنته كل او تشتك وترعت بك او انت امتحان كده فقد جهدته محنته تمام نانا فقد جهدته ونينه نا كل شيء جهدته كل او تشتك توي تشتي يعني وصا تيدا تشابالا مش بو بي او تا ازيت البرداده تما فقد محنته توي تشكيه توي تجربه كده وصل غضا بجنب صح اختبار بليغ وبلاء جهيد تمام فقد محنته محنته توي يعني توي جربان دي جربان دي وياخد
تمام جاء وجهته ويقول جاب جرمان بليون اختبار بليون. أري وأنشد وأبو عمرو الشعراني قلت يا أتت رزايا باديا كلالها قد محينت واضطربت آطالها. نوصل بريوي هي أظنم شكيتنا نوصل مقول بريوي شعرتنا والله كيانا نغوني نغم تشكيلة فاشيلة أتت رزايا أتت رزاياها رزايا يعني أتت رزايا رزايا ملي أوان دبا أتت وان دبا هاتنا دبا هاتنا جي رزايا يعني كزعي وشتاب بيج سيري جتندنا ري زعي بونا قرن بارني وان تنا بونا باديا ظاهر بيا كلالوها بطلاندنا وان ظاهر بيا قد محينت هاتية هاتنا وسا جهد كرني وسا هاتنا زولانش كرني واضطرب ومضطرب بيا عطالوها زكيوان مضطرب بيا يعني ويك في بيت زكيوان تيا بشتوان فا زلق يا في حال دوان دان ماي ماني ام در باصلم دبردا شو يعني دبردا مثلا يعني قدم محينت يعني كوباي قدم محينت معنى كي جربت معنى جهدت وظلمش بيا زعمت زعمت ديا اوان دوا وحتى يكتب هناك كورو ديوان زكيوان بشام وزلخية يعني وصا زكي بوان وانا ما ينكي كباطلين وبيخوارن مانا ولغي أوابونا مانا دونا قيلة انزلة هذه آيات نازل بيها في الشيخين ده حقي عسي أبو بكر وعسي عمر ده رضي الله تعالى عنهما لما كان منهما من غد الصوت والبلوغ به أخ السراري لما كان منهما تشكي دبو جوان من غد الصوت او قدنجي خون نزم ذكرن والبلوغ به وصا زيدا دنجي خون او ذكرن به اخ السراري عيني وقف بالدزي تشتكي بالدزي مالك جهاب رابي بيجا شوا مالك بالدزي جهاب رابي بالزور دنجي مالك شا همن همن وقف السركي ها وقف السركي ببيجن والبلوغ به بلوغ بصوتي كبكي نا أخسراري براي دزي يعني براي السركي ها براي دزي برا بدزي كخبر ده دنجي خل خارج بيغمبر عليه الصلاة تابي هذي أشبه سايقير وحرمتا رسول قضاء عليه الصلاة والسلام بداوي أوقام مزن شكرية وكون مرجيت القرشي وأوقاس أدبليبا دمكي قلب مرغو جان مرغو رحي مبهد بيش تقويرا أتشكو بلية كمر متخية تابي إيرو دا إيجا صوتنا أمري خدا بجيانينا مالا وهذه الآية أبي آية هاني بنظمها الذي رتبت عليه بذي نظم دوزانو أو يعني أوكا كهاتي داني نظم أو ترتيب كل سرية أوجد أبا من إيقاع الغادين جوقوع أبي كدنجي يقول نزل الغادين أصواتهم كم ذكر الغادين أصواتهم الغادين أصواتهم كدنجي يقول كم ذكر اسما لإن أو بخو اسم إننا إن الذين يغاضون طبعا أو يبقى اسم إن لما كان نبشد به نظام في نظمها الذي رتبت حتى ترتيب كلمة أب آيات عليه يسوي نظم تمام أو شيء أو شيء كوى تركني من إيقاع الغاضين أصواتهم إن الذين يغضون الذين يغضون تمام أصواتهم كنت نجي غضا دخل أبيا اسم لين أبيا اسم إننا أو إن الذين يغضون اسم إننا تمام إن المؤكدة أو إن كتأكدك تمام اما گوچه بنظمی ها من اقال غادین اوه و تصییری از این آیتو بنظمی ها و تصییری خبری ها و گراندن خبری اینش من اقال غادین اصوات هم اسمن لینه
وتسيير خبرها جملة من مبتدأ وخبر معرفتين مع أظلم من يرى يعني إن الذين يقضون أصوات إن الذين يقضون أصوات أولئك الذين امتحن أولئك الذين امتحن الله آمين أولئك الذين جد بخبرها أول امتحن الله قلنا أو شيء اسم خبر هدوش كم معرفنا يعني أو جملة أو جملة أولئك الذين امتحن الله أو يقول بخبر إنا أو هدوش معرفة ولا لقانية والمبتدأ أولئك دا سيدا لمن اسم إشارة بدا الذين الاسم موصول تمام خبر أولئك هدوش معرفة تمام وأن يكري خبر شيء خبر الذين يغضون أصوات تمام والمبتدأ أوجي اسم الإشارة مبتدأ مجد اسم إشارة أولئك واستئناف الجملة وجملة قم مستأنفة قواتية المستودعة أبي قواتية يعني وصا دانين ما هو جزاؤهم من أولئك الذين امتحن الله المستودعة ما هو جزاؤهم أو تشتري قواتية دان دانين لبي واستئناف الجملة المستودعة أو جملة كابتة وديعك الضابتة الدانين كلها مغفرة وأجر عظيم من أجيارة الكريمة أري بلي وجزاؤهم على عملهم يعني ما هو جزاؤهم على عملهم أو جزاء سر عملي وانا وإيراد الجزاء جي من نكيرة مبهمان أظن أن قلت شيء أولئك الذين امتحن الله وقولون لهم مغفرة لهم جملة داوي أبا الجزاء أبا او ابيك مكافاه طبعاً انسان ايتي لها مغفره واجر عظيم ازلان نقول يا واجر هر دجي نكيران مثلا ضام مثلا نكيران يعني نقول يا لهم المغفره لهم ان مثلا اجر الاجر نقول لهم مغفره واجر او شيء يعني مغفره اجرك فرقليه يعني مبهمه نبليه تشخمصنا ايضانا و مبهم دانيه مبهم دانينا خدا لهم مغفرة وأجر عظيم. تمام. أدبيا دا أذولم بني. هي خبرها ويتها. أمره ناظرة في الدلالة على غاية الاعتدال. اعتدال. أبدور مكية كدنيرة ناظرة في الدلالة أبي آيتهاني. وهذه الآية بني. أمره ناظرة. أبي آيتهاني. أبدور ماوي. أنا سيد أفسانك يا ابن أخي. وإيراد الجزاء نكيرة مبهما أمره إيه؟ أمر الجزاء مبهما نكيرة مبهما أمره أمر الجزاء إيه؟ وهذه الآية بنظمها ناظرة في الدلالة أو صبية إيه أظن يعني ناظرة دبتش خبر هذه الآية ادبا خبري هذه الآية تمام وهذه الآية أمره ليه؟ أمره دمره رجيب على اعتبارنا وإيراد الجزاء نكيرة مبهما أمره وإيراد الجزاء نكيرة مبهما أمره أمره تك فعل مبهما راس تمام خش خش تمام شب شب وإيراد الجزاء نكيرة مبهما أمره كأمري يعني يعني أمري أمري وجزاء مبهما نفسه. أنا قلت لها مغفرة واجب. نكيرة. أبي آية ما ناظرة في الدلالة الدلالة خدا. دني رب بال يعني إفادة كتشتكي على غاية الاعتداد. صون درجة أنم هاتيدان. والارتداء والرازبونك لما فعل الذين جبونا كرنا فان كسكو وقروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت عزيمة پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلتنا قدر پیغمبر قلتنا من خفض أصواتهم ج كم كرنا دنجه وفي الإعلام بمبلغ عز ناظرة في الدلالة تمام وناظرة في الإعلام أبدن يا رب بال إعلام كرنا بمبلغ عزة رسول الله يعني كو خداي تعالى شقق قدر دايا بان كسا راضي بيا جوان ج كرني وان جبرك وانا تعزيم بمبلغ عزة كو خدا تمام جبوك او دنگي خود دياري ددنا رسول خدا تمام خدا في دياري دايوان ايجا ديارا رسولا چاوه و ايجا عين زمان في آية اعلام ديك بمقام عزتا پیغمبر رسولان وقدر شرف منزلتي
o yani kadri kıymeti şerefa konuma değera peygamber olsun makamı ve fiha ta'rid bi azim ma irtakab er rafi'un aswatuh teda dolaylı olarak ija ta'rid deke gene bir ayet ile bir heye beli ta'rid ta'ridek ya işaret heye bebal çıva bi azim bebal yani bi mesela bi zenbin azim بجناكي مظنك ما ارتكب الرافعون او تشتي ابيكو اسلاميش كرنا او رافعون جوان ابيكو دنجي خو بلند كلا اصواتا الرافعون اصواتا اوان كسكو دنجي خو بلندكن اوان جناكي جلك جلك مظن اسلاميش كرنا يعني تعريضا كو اغناي دنج بلي كرنا القارش بيغمبر خدا عليه الصلاة والسلام تعريض دكيك و اويا جناكي مظنة برا بالرصة واستجابهم واستجابهم ضد ما استوجب هؤلاء واستجابهم او طلب الجواب دانوان ضد ما انا الرافعون مش استوجب كنا راسه ضد ما استوجب هؤلاء تمام تمام يعني ابي في الدنيا وبلندك مستوجب مغفرته اجل عظيما انا جي اجاب مستوجب اجل عظيم تي ويجا عذاب مظنه واحباط عمل عين وسه واستجابهم اتوسط شو يا سيدا تعريض بعظيم تعريض بعظيم ما يرتكبه وتعريض باستجاب ضد ما يستجاب ضد ما يستجاب هؤلاء ها يعني اجا دبي ايت دولايلي يعني دده ifade كرن كو وان كسا وان كسا يعني دبن موجب ضد دي ايت كو وان ما نه هاني خدا تعالى قلت له ما في بجاز اجا او دبن مستحق عذابه وعملي وانكم هو بمن بس يا زلمة بس أصابكم الله غير كثيرا.